لا محالة من ناحية سياسية الاتحاد المغربي يشكو خاصة وأن الهياكل السياسية مجمدة في الغالب ولكن كأمانة العامة نشتغل كثير على ملفات من أجل تفعيل النشاط والتعاون الاقتصادي والاجتماعي بين الدول المغاربية ويندرج هذا هذه الورشة التي تنعقد اليوم في تونس بتمويل من البنك الإفريقي للتنمية لتشخيص الوضع وضع النقل البري في كل بلد على حدة وثانيا معرفه وتشخيص العوائق التي تحول دون ارساء تعاون مثمر وناجع بين الدول المغاربيه من اجل تفعيل العلاقات التجاريه الماليه والسياحيه وكذلك اقتراح حلول من الناحيه القانونيه حيث الوقت الحالي المشكل الرئيسي بالنسبه للامن العام وهو في عدم تنفيذ اتفاقيات الوقت الحالي عندنا أكثر من 35 اتفاقية مجمدة لأنها لم تمد رسميا من قبل المجلس الرئاسي الذي لم ينعقد منذ 25 سنة. إذا كل هذه اتفاقات مجمدة لأنها حتى تمشي البرلمانات للتصديق عليها يجب اعتمادها هي من قبل المجلس الرئاسي الذي لم ينعقد. ثاني حاجة سنحاول اقتراح حلول ربما مالية والتوجه لصناديق التنمية لإيجاد تمويل بغض النظر عن المشاكل هذه بصفة عامة يعني محور الذي ستكون هذه الورشة